نعود إذا مشاهدينا لمستجدات ما يحدث من الزلزال، حيث بحسب إدارة الكوارث التركية زلزال بقوة 6.4 درجات ضرب منطقة الحدود التركية السورية، يشعر بها أيضا سكان فلسطين ولبنان. إلى ذلك قالت فرق الدفاع المدني السوري إنها لم تتلقى أي بلاغات عن مفقودين تحت الأنقاض، وذلك منذ عدة أيام في شمال غربي سوريا، فيما أشارت الخوذ البيضاء إلى أن الفرق وثقت انهيار أكثر من 550 مبنى، تضرر أكثر أيضا من 1570 مبنى بشكل جزئي، تصدع أيضا آلاف المباني بفعل الزلازل، كما أنه الآن ينضم إلينا من أضنة موفد الشرق هدي المجالي، ونحن معك الآن على الهواء. هدي، يعني توالت العواجل، هنالك هزة جديدة ضربت في هاتاي، ولاية هاتاي جنوبي تركيا، بحسب إدارة الكوارث التركية بقوة 6.4 درجات شعر بها أيضا سكان سوريا وفلسطين. هدي، فقط اجمل لي، نعلم بأن هذا حدث قبل الهواء معك مباشرة، ولكن حتى اللحظة ما الذي تم التصريح به من الحكومة التركية أو هيئة الكوارث، إدارة الكوارث التركية؟ حتى اللحظة لم يصدر أي بيان أو إعلان عن قوة الهزة. الهزة تراوحت حسب المعطيات الأولى بين 6.3 و6.5، وضربت مدينة أنطاكيا في ولاية هاتاي جنوب تركيا. نحن على بعد نحو 250 كيلومتر، شعرنا فيها بقوة هنا، وعلى اثر ذلك الكثير من الناس نزلوا الى الشوارع، والان في حركه سير كبيره، وكما ترون الشرطه تحرك ايضا للشرطه وسيارات الاسعاف. هناك خوف كبير حاليا من ارتفاع الهزات الارضيه وارتفاع درجتها. تركيا تعرضت لاكثر من 6000 هزه ارضيه بعد الزلزال المدمر. هذه اكبر هنا سؤال يفرض نفسه هدي، وكنا يعني تحدثت انا وانت قبل الهواء حول هنا سؤال يفرض نفسه، هل بالفعل كان هنالك تحذيرات سبقت زلزال تركيا؟ نعم، يتداول الاتراك فيديو لاحد المختصين الجيولوجيين نشر عام 2019، حذر من خلاله من وقوع زلزال مدمر في مدينتي او ولايتي هاتاي ومرش، ويتداول أو يتناقل الناس هذا الفيديو باهتمام كبير كونه حدد مواقع الهزات وتحدث عن الخسائر المحتملة، وهذا ما نعيشه اليوم. وعلى أثر ذلك هناك الكثير من الإشاعات تدور حول هزات أرضية أو زلازل، ومن ضمنها من يتحدث عن زلزال سيضرب إسطنبول، وهناك الناس بدأوا بالبحث عن السكن خارج مدينة إسطنبول، فالإشاعات هذه شائعات أو الحديث أو طيب استحضار. دعني أقف هنا إذن استحضار، كيف تتعامل؟ استحضار الماضي هو كيف تتعامل الحكومة التركية مع الشائعات بشكل عام وما ينشرها؟ لأنه بما أنك ذكرت موضوع إسطنبول، هنالك من تحدث عن أن هنالك بالفعل زلزال محتمل يضرب إسطنبول، أدى لنزوح كثيرين تحسبا. نعم، الحكومة خلال الأسبوع الماضي شنت حملة اعتقالات شملت أكثر من 300 شخص من ناشطي السوشيال ميديا، ووجهت لهم اتهامات قضائية بنشر صور استفزازية أو معلومات استفزازية، وكما ذكرت الحكومة أنها تلاحق أيضا العشرات أو المئات منهم حاليا، وهناك أوامر قضائية بإلقاء القبض عليهم. كما ذكرت لك أن هناك استحضار للماضي، لكل ما هو ماضي بخصوص الزلازل، ينبشون في مكتباتهم، ينبشون في أي شيء، يبحثون عن أي شيء بخصوص الزلازل. هناك خوف وهلع كبير في هذا الشأن حول الزلزال الذي حدث أو الذي ضرب جنوب تركيا. هو نوع من الخوف الشديد، نوع من الآن يبحثون عن ملاذ لأموالهم، لعملهم، لسفر. هناك خوف شديد جدا.
أشكرك جزيل الشكر، يعطيك ألف عافية، نتمنى لك أيضا السلامة وفريق العمل، نبقى معك على تواصل في سياق باقي النشرات الوقوف أكثر حول كل ما هو جديد. كنت معنا من مدينة أضنة مفد الشرق هذه المجالي، شكرا جزيلا لك. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة برنامج ألوان الشرق معي أنا هدي العليان.